جازي تقدم لكم هذا البرنامج. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الجزائرية شو سهرة كل يوم سبت. نحيي الجمهور اللي راهو حاضر معنا بليبافيت، اكيد مرحبا بكم. نرحب كذلك بالجوق اللي في كل مره يرافق الفنانين ديالنا، واكيد ضيوف محاضرين معنا. ممثل تحبوه كثير، يعني عنده مكانه خاصه من بين الممثلين الجزائريين، وانا سعيده جدا باستضافته في سهره اليوم. عزيز يعني بوكروني راهو حاضر معنا اليوم، مرحبا بك. شكرا. بصح علاش راني فرحانه كثير اليوم عزيز؟ لانه انت بالك الوحيد اللي راك تقدر لي على عاتقه طوبال. هذه حاجه واحده اخرى ديال نهضر عليها. اذا مرحبا بك عزيز. الله يسلمك. عندك بزاف ما طليتش على جمهورك من خلال قناه الجزائريه وان. كانوا اعمال قامت بهم قناه الجزائريه اللي كنت انا شاركت فيهم، لكن صح عندك الحق، تقريبا هذه عندها مده واحد العامين ولا هكذاك، حوالي سنتين. بصح الحمد لله اليوم نشكركم على الاستضافه، راني معكم هنا. لا شكرا على واجب. اذا تحبوا الممثلين الايطاليان، وحنا عندنا جزائريين الايطاليان اليوم. راهو حاضر معنا عزيز، وراح نقضيو السهره نتكلموا على حاله الفن في الجزائر، واكيد اعمال عزيز اللي راهي اكيد راح تكون بقوه هذا العام ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. دنيا زاد في ركن الجزائر إيجابية، مرحبا بك. لاباس دنيا زاد؟ دنيا زاد هكذا تبان امرأة هكذا بسيطة عاقلة، ولكن وش قايمة دنيا زاد بأعمال، من بعد نتكلموا عليهم. شكرا لك. عتيقة طوبال مرحبا بك، نورتينا اليوم. يسلمك. أنا سعيدة جدا تانيك، راني اليوم معك نرافقك في الانيماسيون. وراني فرحانة بعزيز بوكرو اللي راهو مقابلني، وبلا ما ننسى الضيوف الكرام حاج حمو والأخت ليكخيفا. إن شاء الله إن شاء الله نجوزوا ساعة ممتعة، نكونوا خفاف على المشاهدين الكرام. واليوم ما تقباحيش على خاطرش عزيز يعرف لك. لا لا يحابي عليا اليوم لا قباح. لا بصح يقول لك كلمي اللعب بزاف. بيان سور بيان سور. ما تفشش بزاف عليه. لا لا ما نتفشش، لا لا ولا غير تواضع، ماشي مفشه. تواضع. تواضع. عتيقة كي جبنا عزيز هو ممثل غني عن التعريف الحقيقة لما يشوفوه المشاهدين، لكن قلت لي أنيسة باش تعرفي بلي احنا كامل عائلة فنية. يعني بيان سور ماشي كامل، مي عندي مون كوزا، عندي عزيز مون كوزا، كاينه الغولف تاعي كي طالعة. نعم صافي بليزير تاني. تخي بيان، يعطيك الصحة عتيقة طوبال. نصر حاج حمو مرحبا بك، نورتنا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. راني فرحان معكم، ومن بعد خلاص نديروا دورة معك. ومن بعد اترافيغ اترافيغ نحطوا 1516. مسحتوا هذا الباب الواد. نو 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 نو، دخلوا لا سيتادال عند الكشايرية. اذا عيبيهم.
لا لا ومن بعد سمعي بها من عندك. اذا نصر اكيد اليوم التاريخ يكون حاضر، كذلك نتكلموا على عمل اللي شارك فيه عزيز وهو فيلم من بعد نتكلموا عليه اللي تناول فتره معينه من الثوره المجيده، وانت كتروح بينا يعني بعيده تعاود تقول 1516 يعني اترافيغ لي زوبجي قادر نكتشف هذا من فضل ربي هذا بكل حاجه باذن الله سبحانه. ندخلوا وانا بريمامون دخلت في الاول النحاسيه وكل انيه عندها لي زومبرانت سيتادير الدوله العثمانيه كي كانت لهنا خلات لي زومبرانت ومن بعد مشات صافي 504 نصر كاينه حاجه انت كي تكون حاضر كل حاجه تلمع هذه يا شهاده. انا شوفي اليوم غنبرق اليوم غنبرق كاين كاين برق 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 اليوم كاين حاجه جبتها ودا فال ان شاء الله فال ليك وفال كاع لي زالجيريا ان شاء الله هما الشمع ان شاء الله يشمع على كاع كل جزائري وجزائري ان شاء الله يا رب. شكرا لك نصر حاج حمو. كالعاده برنامج الجزائر يشو الموسيقى الراقيه حاضره معنا نروحوا نكتشفوا شكون راهي حاضره معنا اليوم. راهي حاضره معنا اليوم في برنامج الجزائريه شو. عاده كاين فنانين تعرفوهم وكاين فنانين راح نسلطوا عليهم الضوء لانه صوتهم لازم يتسلط عليه الضوء، كذلك الحضور ديالهم. مرحبا بك.
مساء الخير عليكم. مساء النور. شكرا أنيسة. نرحب بالشبيبة اللي راهي قدامنا ومورانا. نرحب بالطاقم التقني الله يبارك عليهم. سي لا جونيس. صح. ونكوراج توجور لا جونيس. فوالا سي يعطيك الصحة على الزي التقليدي. يعيشك يعيشك ميرسي. على الصوت كذلك. ميرسي. اذا رشا من بعد نتكلم معاك على اش كاين فنانين ربما ما ناش مسلطين عليهم الضوء كثير، من بعد نعاود نولي لك اكيد نخليك تعاودي تسترجعي الانفاس. اذا لو كان نبدا بالممثل، ممثل ابن المسرح ابن التلفزيون، عمل كذلك افلام وسينما، لكن عزيز عنده جديد اللي هو هيليو بوليس، الفيلم اللي هو مرشح لأوسكار 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية. أتكلمنا على هذا العمل من بعد نقول للمشاهدين نروحوا نشوفوا كيف كيف لابوندانونس. كي لابوندانونس؟ وي. إذن عزيز قل لي كيفاش هذا العمل مع المخرج جعفر قاسم اللي ما كناش متعودين أنه يعمل عمل كهذا الفيلم، وكيفاش راكم شدين الأنفاس لأنه حيترشح لأوسكار 2021؟ هي في الحقيقة الفيلم إليوبوليس للمخرج جعفر قاسم اللي معروف بأعماله يعني الجيدة، أعماله سي ان بروفيسيونال، سي كالكان كي تري تري ميتيكولو في عمله، هذا شيء وهذا شيء جميل. اليوبوليس اللي ربما كان بدا التصوير تاعو في 2000 في بدايه 2018، واليوم الحمد لله راه واجد ترشيحه هو اللي بروبوزي بار لا كوميسيون الجزائريه دي زوسكار بور لاكاديمي دي زوسكار اللي راح يكون سور لا ليست دي فيلم نوميني، يعني با نوميني دي فيلم بروبوزي دي فيلم كي ريبريزونت شاك صدر كي ريبريزونت لالجيري اي بي لي فيلم لي ريبريزونت وشاك كاتيجوري كاين فوالا سور لا كاتيجوري دي فيلم اترونجي صدر افلام اجنبيه افلام مش حابين نقول لك على هيليوبوليس، ربما هذا شرف لينا، شرف للجزائر، شرف احنا ك ك ك ك كطاقم فني وتقني اللي عملنا عليه، شرف للمخرج كذلك، لانه ما نساوش اللي جعفر قاسم مستوى بعد يعني الاعمال يعني الجميله اللي قام بها على مستوى التلفزيون. ما نساوش باللي هذا اول فيلم طويل سينمائي اللي راح يقدمه، واللي حكايته فهي سي روتراس يعني اون ايبوك اون بيريود يعني فتره معينه من تاريخ الجزائر، لانه هو فيلم حول تاريخ الجزائر، حول تاريخ البلاد هذه، ولكن هو اختار انه يتكلم على فتره، وفتره هذه مهمه جدا اللي هي نقولوها قبل 8 ماي 45 يعني الاحداث اللي خلات مجازر 8 ماي 45 تحدث. طبعا فوالا دونك هو اختار هذا الجانب اللي هو نقول باللي هو مهم، لانه بعد 45 الكل يعلم انه الجزائر راحت في مرحله اخرى اللي جابت اول نوفمبر 54 اللي كان وحنا قريب نحتفل باول نوفمبر وحنا ان شاء الله راح نحتفلوا به. دونك يعني كنا نود انه يخرج في قاعات السينما في هذه الفتره بالذات، ولكن ما بعد نتكلموا ربما لانه دخلت فيها الجائحه، ولكن نتكلموا علاش مازال ما تعرضش في قاعات السينما الجزائريه. ربما نروحوا نشوفوا هاد لابوندانونس تاع اليوبوليس لجعفر قاسم والممثلين الجزائريين. نفتخر على كل ما هو 100% جزائري. يلا لابوندانونس. صعيبة في الأول، صعيبة باش نفرض روحي على اللي يكونوا، بصح جي با بيزي لي با، إي جي لا شونس نشوف ولدي باشولي. لي زانديجان ما يخلوهمش يديروا ليكول بوليتكنيك. شو راك دير محفوظ؟ راك مال بيبي يا عمي صدق. فرحة عباس وليزي اليوم يخموا كيما حنايا دوكا. انا سور لو ميم كومبا نقدروا ميم تحدو سي كون نوفيل نو لو ميكي ريكونسيلي لي سانتيجين افيك لا فرانس
الام كي كومبلوت وي بعد قالوا لي ما نعرفش نشوفوا معاك وليدك فحل وعنده القلب نورمال وطف الحبيب يقعد من بويكوتيه علاش ما نجيبوش الماكسيموم تاع الغاشي باش سبورتيوه لو كان جيتي في بلاصتي واش ديري انا ما يقدرش يعاوزني بابا كي ضل يشيط القهوة كيفاه Manifestation est une provocation dangereuse et gadrette à l'Ukraine. La France montre à nouveau au monde ce qu'est une grande nation. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement aveugle devant la montée en puissance des musulmans ? L'histoire a toujours été ponctuée de moments charnières. Mais le Massir Chou, il peut y être radicalement. On a fait rayer la marche de la Habis Raisa. Cette demande est une provocation plus. L'époque de l'assimilation classe. Abad Rahim Kef pour la naissance d'une nation algérienne. Les Indiens ont foutu la pagaille à cette IV. Il y a des morts. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tuer, c'est ça? C'est eux ou nous, Bertrand. Eux ou nous. Octane. Dehors, la chasse aux Arabes fait rage. Avec une violence, tu peux pas imaginer. Ça va être un massacre. Ils veulent tous vous exterminer. Si vous voulez survivre, fuyez! Fuyez! N'allez pas à la Majid. Je te fais un peu de temps. إذن صراحة لابوند أنونس تحياتنا الخاصة لجعفر قاسم نعم ونقول فقط أنه الممثلين الجزائريين عزيز الحمنش هوك صراحة راح نكونوا من الأوائل وقناة الجزائرية وراح ترافق هذا العمل السينمائي يعني بمجرد خروجه في قاعات السينما من لافون بروميير عزيز راح نكونوا حاضرين معكم إن شاء الله يخرج فقط أنا كنت متمني أنه كل قناة سواء السمعية أو البصرية أنها تقوم بهذا الواجب لأنه هذا الفيلم ربما أول ما نقولش أول مرة لكن نقول من الأفلام اللي ربما اللي راح تطرق بطريقة فنية فترة مهمة حتى طريقة التصوير حتى طريقة جبال دلا كاليتي صح عزيز نعطي لك سؤال نعم. هذا الفيلم كان جاهز من فيفري الفارط يعني علاش ما راهوش في قاعة السينما الجزائرية؟ هذا سؤال ربما عنده زوج نعم دو دو كوتي يعني عنده دو 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 زاكس لاكس الاول سي فري كو لا بيريود هذه نتاع الكورونا تاع الكوفيد 19 لعب دور كبير ولكن كان الجانب الاخر اللي هما السلطات المعنيه يعني نتكلم على 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 الوزاره او المسؤولين على 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 في الوزاره باش هما اللي يحدوا وقتاش يحلوا الاتصال مي اليوم انا الشيء اللي نطرحه كسؤال من غض النظر اني ممثل في الفيلم ولا يعني كمواطن بسيط نقول قاعات السينما علاش ما تفتحش بما انه كاين الاسواق راهي اليوم مفتوحه كاين يعني تو لي زيسباس بوبليك اوجوردي راهم سونت اوفير دونك بوركوا با لي سال دو سينما الوغ كو هاد لي ديرني طور انا نشوفوا بعض القاعات يعني مملوءه في اطار شبه فارغه قاعات سينما يعني عاده هي 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 في الحقيقه ما حتى ولو القاعات كي كانت محلوله ما كانتش معمره يعني ما الى لقيتي 10 ولا 15 متفرج يعني راكي مليحه دونك جو فوا با انا و ساجان اننا اليوم نعاودوا نحلوا القاعات السينما وندون لوكازيون لو فيلم كوم اليوبوليس باش يتعرض هذه من جهه ثانيه خاصه انه دوك راه اللي بروبوزي بور كي ريبريزونت لالجيري عزيز اليوبوليس راه مرشح لاوسكار 2021 من شروط يعني باش تكونوا في المسابقه انه يعرض في بلده الأم بلده الأصلي اللي هي الجزائر يعني من المفروض أنه يكون معروض في الجزائر قبل ما يقدر يشارك في مهرجانات ولا هادو كما قالوا الأوسكار هادو بارمي لي كريتير نعم شروط المسابقة يعني شروط باش الفيلم تاعك يعني يروح يساهم في المسابقة دابور يفودري كي سوا في او نيفو ناسيونال pour qu'il soit vu au niveau national لازم له une promotion لازم له يعني ترويج لازم له ترويج لازم له على الاقل يقعد سمانه في قاعه من قاعات السينما يعني باش الحضور يعني pour que le public يتفاعل معاه يجي
ومن بعد ما عرفوش حلو نومبر دون طريق اللي داروا الفيلم هذا لداخل. زيد على هذا لازم يكون اكومباني بار لي ميديا صدق يفو كي كونستيتي ان بريس بوك يعني اي كونستيتي ان ريفي دو بريس سور لو فيلم. هذا يطلب انه كل عزيز شكون هذه الهيئه اللي لازم تقول كل تقوم بكل هذا الشيء؟ يعني احنا نقولوا انه المخرج قام بعمل خلاص الفيلم راهو جاهز، يعني الان شكون الحلقه اللي لازم تقوم بهذا الشيء؟ التوزيع كما قلت لنا تا بوندانونس لو كان كاين الوسيط يمد لا بوندانونس يعني اوريجينال بتقنيه حديثه للقنوات مثلا حتى نقدروا نتكلموا على هذا العمل 100% جزائري. شكون هذه الحلقه اللي راهي تخص في الحلقه اللي تخص؟ ما ننساوش باللي انه حتى الفيلم حدته هو سي ان برودوي دو ليطا الجيريان، دونك حنا واش نقول؟ نقول باللي سي الدوله هي البروديكتور، دونك الفيلم هذا راه تابع راه تاعها يعني ال دو ديفوند سي اترافير يعني لي انستيتيوشن كولتوريل اللي هما لي سواء المينيستير ولا لي زوتوريتي لوكال ولا ادوار الثقافه ولا المديريات يعني الثقافه عبر الولايات. هادو كاع لازم يجتمعوا باش لانه اذا كان راه مرشح راه مرشح باسم الجزائر، اذا كل الاطراف الثقافيه والفنيه لازم والمسؤولين على عمل الترويج انهم يقوموا بهذا الترويج، لانه اليوم اذا ما كانش عندنا يعني كما يقول لك اطار اللي يتحمى به هذا العمل باش يروح الابعد ما عندنا ما نديرو. راح يصبح ان فيلم كوم تو لي فيلم الجيريا اللي شفناهم تقدموا ومن بعدين داروا دون لي تيروار، يعني هذا نتاسفلو اذا لحقنا لهذه الدرجه. لانه حتى في من ناحيه الترويج عندنا 100 و200 يعني كما نقول لك مليون فاسون طريقه للترويج، حتى مثلا نقدر مثلا ما على باليش انا اترافير مش عارف اون شان دو تيلي سو بروبوز مثلا ولا اون شان دو راديو سو بروبوز دالي باريزون فير je dirais pas des clips mais sorte de clip c'est-à-dire aller vers les gens c'est-à-dire قال دعم ما دعمش يعني sorte de spot comme ça aller chez الفنانين ممثلين مسرحيين. اذا احنا نعاود نقول للمشاهدين يعني انه اليو بوليس يعني هو فيلم طويل سينمائي للمخرج جعفر قاسم ونخبه نخبه من الممثلين الجزائريين لازم نفتخروا بهذا العمل، واكيد لما يخرج لقاعات السينما حين نكونوا من الاوائل لحين نرافقوا هذا العمل السينمائي اللي يتكلم على فتره ما قبل مجازره 8 ماي 45 وشي جميل انه نمروا رسائل على هذا الحقبه بالذات. فنشكرك عزيز على الصراحه ديالك. نعاود نولي للفنانه رشا كذلك صوت وحضور كما قلنا هناك اسماء اللي لمعت يعني بلاك اقل صوت اقل حضور ولكن هناك فنانين اللي ظهروا للجمهور حتى ماشي بنفس الموهبه. علاش رشا اليوم كاين هناك اللي ظهروا كاين اللي بقاو في الخفاء؟ ايه حقيقه هو اليوم تهضري لي صراحه با جونفير كو سا اونيتمون. هي في الحقيقه تو غرافيت اوتور دو شوا، كل واحد عنده لو شوا تاعو، كل واحد عنده لي بريوريتي تاعو، يعني سبق بمن واش يسبق في حياته واش يخلي اون سيكون ليو ايتترا. انا جو سوي انسينيونت دو فورماسيون، عندي خدمتي و الهوايه هذه قاعده توجور لداخل دائما تكبر 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 جوسكو جو جدي وين راح تروح هذه. مازالني مالغري جيكزيرس مون تراواي بصح مازال معلمه اي ماده؟ اللغه الفرنسيه في الـ في الـ في الكوليج في الـ فوالا جميل ميرسي. دونك لا باسيون كونت لا باسيون اي لا سايي ما نقدروش نهربوا منها، دوتون بلوس كو لوغسك يعني الانسان يكون يحلم يكون يحلم دونك كيلكو سوا لاج كيلكو سوا لاج هذا ما يمنعش اكزاكتومون كيلكو سوا لاج لازم نروحوا لو غيف تاعنا نروحوا للحلم تاعنا. دايوغ جو مادريس او جون اوسي ما تحبسوش يفوت توجور غيفي اي سي سا كي دون دو ليسبوار اي سي سا كي في كو لانفون دوفيان ان ادولت ايكيليبري اي هو دونك لوغنا انايا الفن شغل خلاص في الدم. رشا قالوا لك بلي بالزي التقليدي تشبه نادية بن يوسف.
قالوا لي وهي قالت لي وهي تخزر فيا وتشوف تخزر في روحها وما تقول لي صحيح صحيح وين سي صح وين ما شاء الله. اذا هذا هو لازم نثيقوا في واش نحبوا والهوايه ديالنا. رغم انك معلمه اللغه الفرنسيه في المتوسط ولكن تحبي الهوايه الموسيقى واكيد راكي حاضره معنا من خلال هوايتك. ميرسي داير جوست توضيح صغير برك يزيد فضلك. الاسم ديالي هو شهرزاد يعني زي. راشا سي الاسم الفني الفن. راشا هذا درتو هي قصة حب تاعي للفن سميتو راشا سي دو سيلاب تري تري والار هكا كي تكتبي بالفرنسيه وي مليح وي شباب وي فوالا جولي بخينو راشا في الخير عتيقه واش راكي لاباس عتيقه ماوتي راكي توحشني هذا وي لاني نستنى برك الوقت باش نهضر قالت لك شباب راشا خلاص جولي بخينو ميرسي والله العظيم راشا بس عتيقه اليوم غير ما تهضريليش باللغه الفرنسيه باسكو هي استاذه اللغه الفرنسيه. لا والله سمحوا لي والله شوفي نحكي لك نحكي لكم حكايه الا تسمحوا لي. خطره في القسم كانت عندي يونيلاب ديبيو دلاني راكم تسمعوا يا شباب يا اطفال ديبيو دلاني في بريمير ولا في المويان في الكوليج سي واج لي بروميير سيمين ديزون وي فوالا لي بروميير سيمين قالت لي نشوف الطفله مسكينه ايور ديستريت كومبليتمون ماشي كامل معانا بالعقل بالعقل كنت نتبع فيها وكامل. واحد النهار قلت لها علاش ما تحبيش تخدمي؟ قالت لي خزرت هكذايا في اوتور ديل. قالت لي مادام ما نحبش الفرونسي. بعد وسيت لها رحت لعندها زعما درت روحي نخبرها هكذايا قلت لها على بالك ماما انا ما نحبش الفرونسي بصح ما تبيعيش. يا بارتيغ دو لا لا في ولات تحب تقرا تحب الفرونسي. قلت لها الفرونسي c'est une langue نخدموا بها نتعلموا بها اون ديكوفر بها ايتترا. قلت لها انت راكي في كلاس ديكزامان لازم تقراي اي لغه كل المواد واجب فوالا دونك حنا اوني كو دي زوتيليزاتور دو لا لا عتيقه عتيقه الميتريز لو فرونسي وعادي جدا عتيقه لا جو ميتريز تري بيان موا بيان سور جو في اكسبري ما شيري اتونسيون اوكين فوت بارفي بارفي عتيقه بارفي طبيا. المهم كاين معلمه راهي معانا اليوم يبا علاش اليوم تكوريجي لي بصح جو ميتريس تري بيان جو سي انا على بالي بلي باش تحكي لي فولوار برك لازم تقتنعي وتحبي انت الحاجه برك وي بيان سي تو في تو بو فوالا كاع واش نحبوا نقدروا فوالا عتيقه شوفي باردون كاين ثلاث حوايج لازم نمشيو بهم يفو با نروحوا لا من سي فولوار pouvoir et oser vouloir pouvoir et oser c'est vrai ça tu raki tahbi w raki voilà et l'ose et bravo bravo atika يعطيكم الصحة. الآن نروحوا جينجل الجزائر إيجابية ولكن دنيا اليوم على بالك راح نتلفوها لنا شهرزاد دنيا زاد اليوم اليوم ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة اليوم اليوم راح تتخلط علينا. إذا دنيا زاد شتي قالت لي شهرزاد انا عبت لي راشا دوكا شهرزاد دنيا زاد دنيا زاد نروحوا لفاصل من بعد الفاصل راح تفهمينا شكون هي دنيا زاد. يلا فاصل ونواصل. بكم انتم مشاهدينا وكذا بضيوفي الكرام نروحوا لركن الجزائر ايجابيه في هذا الجينجل. اذا راهي حاضره معنا دنيا زاد. دنيا زاد شكون هي دنيا زاد؟ لانه رانا في ركن الجزائر الايجابيه عاده اكيد عاده نتكلموا على الجمعيات. يلا جينجل ومن بعد قولي لنا شكون هي دنيا زاد. أصعب سؤال على كل حال دائما. دنيا زاد شابة جزائرية نعم 27 سنة الله يبارك
ما نقدرش نقول أننا ننتمي لجمعيات لأنه كامل الأعمال نقوم بهم فردية ومبات ولي جماعية بأنه نادوا للناس يتخدم عنه. هذا هو الفرقة دنيا زاد يعني كانت حبت بدات يعني بالأعمال تحا وحدها يعني ما تنتمي لأي جمعية. لا حتى جمعية. فأنا عشت هنا في الجزائر لكن درست خارج الجزائر والحاجة اللي ما خلتنيش ننتمي حتى الجمعية هنا في الجزائر. ولو أني كنت ضد الفكرة تاني تماماً. وأنا معروفة أني رحالة ومؤلفة كتب. نعم. لكن نخدم في الميدان تاع التطوع. كي نقول رحالة معناتها رحالة على بالك دنيا زاد في وقتنا الحالي لما نقول رحالة يعني كأنه ما راناش في عهد كيف كيف يعني رحالة احنا في بالنا بكري كانوا يرحلوا رحالة نعم من منطقة إلى أخرى يعني إذا دنيا ربما خليها في الاسم تاع الرحاله لانه انا ما نسافرش كيما يسافروا الناس بمعنى الناس يسافروا يروحوا دي فاكونس يروحوا خدمه بين هذيك الخدمه تاعهم لكن انا نسافر باش نطوع نقري الاطفال في مختلف بلدان العالم اللي يكونوا في القرى المعزوله ولا الجزر المعزوله اللي ما يلحق لهم حتى واحد انا نحاول نلحق لهم. دنيا زاد كيف جاتك الفكره انه تعاوني الاطفال؟ وين دراستك وين درتيها في الخارج؟ انا قريت في اندونيسيا. نعم. اندونيسيا فيها مكان اسمه بولاو سيريبو. بولاو سيريبو هذا 1000 جزيره بمعنى. فكنا نحكموا واحد البابور صغير هذاك البابور يقدر يغرق وكنا كنت انا واللي يقراوا معايا كنا نكافحوا انه نطلعوا فيه ونروحوا لهذا الجزر اللي ما كاش فيهم التعليم. الجزر هذو يعملوا بنظام المقايضه فالاهل هذوك يقطفوا الفواكه اللي تنبت تما والارز الشاي ويهبطوا للمدينه يقيدوا. نعم. الماكلة تاعهم في المدينة بماكلة واحدة أخرى ولا بدراهم ويعودوا يوليوا للجزائر. نعم. فالأطفال ما كانوش يقراوا معناتها ما عندهمش تعليم فاحنايا كنا نديروا مجموعات نروحوا نقريوهم لغة عربية نقريوهم إنجليزية وكاين اللي طواب يقريوهم لغة إندونيسية. نعم جميل. ومن ثم بدات فكرة. نعم. بصح كيفاش جزائرية تروح تدير دراسات بإندونيسيا؟ عفوا على هذه الأسئلة ولكن حتى نشوف كيفاش بداتك الفكرة هذه. أنا درت ماستر. نعم. في اندونيسيا انا كنت نقرا في تركيا بعدها قريت في اسكتلندا بعدها قريت في اندونيسيا. نعم. معناتها جست على مراحل باش لحقت لاندونيسيا لانه تخصص اللي خيرته كان موجود في الجامعه اللي في اندونيسيا اللي هو ترجمه معاني الانجيل. انا كانت الدراسه تاعي تطلب ان نكون في اندونيسيا. جميل جدا. اذا من اندونيسيا ومن بعد وين راحت دنيا زاد الرحاله يعني؟ اندونيسيا هي اللي علمتني نكون رحاله فمن ثم سافرت لكم البلدان الاسيويه تقريبا. قريت في المالديف قريت في سريلانكا قريت في النيبال وقريت ثاني في اندونيسيا ومن بعد حاولت ندير التجربه هذه في الجزائر. لكن نعم دنيا زاد حبيت نخلي الجزائر حيز مهم لانه قلنا احنا ندافع على كل ما هو جزائري وانا ربما سؤالي من بعد حيكون علاش ما بديتيش بولاد بلادك يعني قبل ما تروحي لبلدان خارج الجزائر. لكن كيفاش يعني تبداي تقري الاطفال يعني خارج الجزائر؟ هل عفوا على هذا السؤال باموالك الخاصه يعني تروحي من اندونيسيا لبلد اخر وين راها يعني اموالك باش تاكلي باش يعني تعيشي حياه عاديه وتساعدي هاد الاطفال؟ انا كنت كي كنت نقرا في اندونيسيا كنت ديجا نخدم مع شركات تما كنت كمترجمه. بحكم اني نتكلم لغه تركيه اندونيسيه انجليزيه عربيه فسهلت لي اني انا نكون دائما مع مليح دنيا زاد باش كي ناصر مسافر معاه تتكلمينا بالتركيه يعني. فكنت دائما كنت ما كمترجمه للمدرسه ولا كي يجوا المجموعات ولا للسفارات كي يكلموني. نعم. وكانوا كاينين يروحوا يبنوا المدارس هما يروحوا يبنوا كانت خاصه الاتراك كانوا دائما يتعاونوا يروحوا يبنوا انا كنت نروح معاهم بحكم الانجليزيه تقدر تتكلم بها في كل مكان فمن ثم وليت نروح معهم ما ندفع ولا شيء نروح انا في يعني في الوجه اني انا مترجمه ومن طون شدوا الدراري الصغار هذوك نقريوهم نقعدوا معاهم من داك شهر من داك اسبوعين من داك وكاين اللي رحت باموالي الخاصه كيما المالديف سافرت باش نقريهم باموالي الخاصه كنت نخدم في شركه فكان المنصب تاعي مليح كنت نحاول حتى المنحه كانت تكفيني وتوفيني اني نسافر. نعم. ندير بها دنيا زاد باش نخرجوا على العمل التطوعي اجمل بلد زرتيه؟ اندونيسيا. اندونيسيا تقعد قريبه لقلبي لانه قريبة اجمل بلد بعيد عن الجزائر لانه الجزائر يبقى بلدنا تقعد بلادك. نعم. لكن اندونيسيا لانه مختلف الجزر وكل جزيره بطابعها الخاص كما احنا كل ولايه بطابعها الخاص. نعم. في اندونيسيا كل مكان باللغه تاعو. نعم
دنيا زاد قولي لي قبل ما نقول نتكلموا على الجزائر، هل بقيتي عندك صله مع الاطفال اللي كنتي تقريهم ولا لا؟ يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كنت نقري في الهند. في الهند ما شاء الله. مازلني دائما مع الاستاذ المتطوع اللي داني عندهم، مازلنا دائما كونتاكت، يبعث لي نشوف دراري شوفي الصور تاع الاطفال، نشوف كيفاش يكبروا، كيفاش يقول لي يسلموا عليك. انا عامين. ما شاء الله. يعني دنيا زاد انت ظاهره على بالك. ماشي حتى لتمي. لا لا والله غير ظاهره، لانه تروح لبلدان تعاون تساعد الاطفال وكلها، يعني حيز في الحيز الدراسي، يعني لانه محو الاميه، يعني حتى في القران. كنت نخاف مع الاول لانه مره غرق بينا واحد البابور هكذا في سريلانكا. اها. بعد خلاص شغل تما كانوا معايا دراري صغار، كنا طالعين كامل يطلعوا صباح وانا شفتهم داروا البلاستيك كامل في لي ساكودو تاعهم، انا ما على باليش باللي واش كاين. رحت عادي كي ركبنا شغل تقلب هذاك، احنا كاع نعرفوا نعوموا صافا، هما عوامين. قلت لهم علاش ما قلتوليش ندير بلاستيك؟ قالوا لي باللغه الانجليزيه يو غانا راب ات، لازم لانه تغرقي الادوات يروحوا، ما كاينش اللي عاود يشريهم لنا. فدايما بالبلاستيك يروحوا ينحيوه كي يلحقوا المدينه يقراو ويعاودوا يوليو يعاودوا. جميل جدا. كاين لك كروكوديل ولا ما كاش؟ ما كاش الحمد لله. سلكتي لها بعيده بعيده كي تروحوا في البابور؟ لا لا، نقطعوا كيما نقولوا من جزيره لجزيره واحده اخرى، واحد نص ساعه تكون ساعه غير فلوكه ولا بابور؟ فلوكه هكا صغيره. اختي الريسك تبوجي هكا. والله العظيم غير الريسك. نعم. الله يكون معاك. الناس بزاف هكا ما يقدروش يلقاو التعليم قدامهم. بصح دوكا كي كنا في الحجر المنزلي وانت موجوده في الجزائر، يعني كنت حابه لو كان كنت في تساعدي؟ كنت نتمنى لو كان ما كنت. كون جاتك الكورونا لتباك؟ علاش؟ راني نقري في دراري صغار واني قاعده. نعم. حياتي دائما هكذا. سي بيان ولا غير سي بيان كوراج؟ هذاك والله الشيء اللي نسمع فيه شيء يعني رائع جدا. والله غير صافي بليزير. والشيء الثاني الاهم سيك فوالا ان اكزومبل. لا جونيس اون الجيريان جون الجيريان دو 25 ans كي تسمع تتكلم باللي زارت كاع البلدان هذو. صح. والهدف فوالا، والهدف في لو بوت نتاع الرحله تاعها هي تروح مساعده، تروح يعني للقرى يعني المعزوله، يعني في اقصى بلد، يعني في اقصى فيلاج ولا بتي كومين، باش تروح وتقري وكذا وكذا تصدر vous trouverez le plaisir هذاك. ليكيليبري يعني كي خاصة كي يجوا عندي الاطفال الصباح يجيبوا لي المانجا هكذا والروز في يديهم صغار. يا عمريتك شغل ما عندهمش شي يمدوا لي في المقابل، يمدوا لي هذوك نفرح. برافو دنيا زاد. ولكن من بعد التجربه هذه ما سيتيش يعني ندون فيها لا هنا الصور وبكل شيء. انا جايين كي هي تتكلم على الجزائر بعد بعدا عزيز نتعاون لانه حندور عليها دوكا على بالك بلي انسه هي تدي في المعلومات. صح. ولاد بلادنا لازم تعاونهم كذلك. ومن بعد نتكلم على اطفال الجزائر اللي اكيد غادروا ربما مقاعد الدراسه وهم صغار، واستاذه راهي ثاني حاضره مع مساكن في مناطق في مناطق معزوله مساكن. اذا عتيقه طوبال على بالك انا وناصر كنا في السهره تاع لو لونسمون تاع لاغري تاع الجزائريه. وان الله يبارك الله يبارك. اذا نروحوا نشوفوا واحد تحبوا راح اكيد واحد المقله ما شاء الله. صحتك رحت على كمشك. لا لا ما نروحش سي نورمال. اذا نروحوا نشوفوا هذا الصور اللي تم يعني اكتشاف شبكه البرامجيه لقناه الجزائريه وان، قناه كل الجزائريين اللي كانت بثت يوم الخميس. حبيبتك بيونه كانت حاضره، مدير القناه، عده قنوات اخرى كانت حاضره. يعني فيها برامج متنوعه يعني سري وكليت هذه قصتي في الحب. اذا عتيقه بيونه كانت حاضره. سلم التعليق. ما كنت والله غير الله ضربتهم باللوح. والله غير ضربتهم باللوح. أنيسة كنتي مستوى حبيبتي. أوي على كلاس. ما إن شاء الله توفيق بدني. أنتم اليوم طبيعة الحال مع الإعلان الرسمي لشبكة الجزائرية وان التي نأمل أن تكون بداية خير بشبكة قوية، شبكة أقول أيضا أنها جريئة، نحاول أن نسلط الضوء من خلالها على تلبية كل ما يطلبه هو المشاهد الكريم وليس بالأمر الهيئ.
إذا عتيقة طوبال سنيناك. لا غالب مالوغوزمون سمحوا لي أعتذر. كانوا عندي ظروف ضربتكم باللوح على بالي بصح سمحوا لي. بصح عتيقة القاعة كانت جميلة، كانوا البنات لابسين مليح. ما شاء الله كانوا، لا غالب ما شاء الله البنات والله. مي لا فيغيتي البنات اللي شفتهم كاع كانوا ناتشورال، ما كانش يعني الحمد لله ما كانش وحده كانت معاوده ولا كاع كان لا كانوا شبال ما شاء الله. شوفي ما شاء الله باش يتعاودوا بصح لا كانوا ما شاء الله يعني البنات والله العظيم كانوا شبال ولا كاين يتعاودوا البنات لا كاين دي فوا نشوفها كاش وحده ما نعرفهاش باسكو تعاود روحها ولا البوتوكس ولا مي هذه زيتي ناتشورال نوز انان شغل زيتي كاع كانوا شبان كانوا ناتشورال ناتشورال وعلا يا ربي سبحانه خلقنا هكا نقعدوا هكا حتى نهار نموتوا اذا ما عاودوش روحهم البنات لا شبان ما شاء الله وعلا سيتي كاع يسونتي بال لا بالعاني راح اذا نقول فقط ان الشبكه البرامجيه لقناه الجزائريه وان كونتيناسيون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله 2020 2021. نشكر فقط مهديه نقول لها لانه هي الناهيه الاميره في قناه الجزائريه وان نحييوها على كل المجهودات ديالها. نشكر كذلك الفريق التقني لانه احنا في الواجهه ولكن الفريق التقني هو اللي يسهر من اجل صوره الجزائريه وان وكذلك المشرفين على ربما قسم الانتاج وكل واحد باسمه يعني ما ندخلوش في سمحوا لي بصح كيما جيتش لا غالب سماح ان شاء الله المشاهدين يسامحوا سمحوا لي والله لانه احنا تلقينا رسائل علاش انيسة ما جاتش عاتقة على بالي على بالي وسمحوا لي والله لا بروشان فوا ان شاء الله ان شاء الله يا عاد جاي لانه نديروها مره في العام لعشنا ان شاء الله ان شاء الله نكونوا حيين ان شاء الله لعشنا ومهنيين يلا نصر واجد نروح نديروا دوره يلا جينجل نروحوا 1516 بسم الله بديت وعلى رسول الله صليت صلاة ولا بكيت حكيت في منامي نديكم في القصبة ندخلكم وعلى البهجة نزاهيكم اش من باب القومان حامين السناجق والسناجم عليك اش من قومان كانوا يعطونا تسريح ندخلوا ليك اش من اواني النحاسية سقوين برابيك اش من بريق نتوضا وندعو الله عليك يا بلادي الله الله عليك اش من بقراج بحر السراجم والسينية على كراسة عيدان مليح والبابور يفور بالجمر والكيسان ضرف زادو تنمي عافيك اش من صفاري والحضرات وسادي يدعو الله عليك اش من صفرة وسكمبلة وطباسيح شوات بالسنيوات المصرني بالمشوي الداخلين ليك يعني هادو الاواني والله غير فنانين حتى نديرو دوره ناصر اليوم دخل بقوه لا اللي منوطوني نص دي بريفي في الليل جبتوني في النهار دي بروغرامي تاني من دي بروغرامي نعم تفضل يعني هادو الاواني النحاسيه يعني الدوله العثمانيه كانت في الجزائر انذاك خلات لي زومبرنت ما على بالهمش بعض شي ناس يقول لك بقراج تاع قهوه ويحبس لازم على تاي واحد تاع قهوه واحد تاع على تاي واحد تاع قهوه واحد البريك سيتي بون سيرف لي ما على ايبوك وما الاول انه حسيه كل العمامه يعني في زمان كانت العمامه العثمانيه انا كتبت لهنا العمامه العثمانيه على الاواني النحاسيه الجزائريه يعني العمامه في زمان سيتي ان غراد على ليبوك لو غراد اللي تي با سور لي زيبولات اللي تي سور لي تات والعمامه هذه كانت وظيفه وانا كيف صبتهم سور لي كوفرك شاك كوفرك عندهم كاع 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 الاواني وكل انيه ما تشبهش الوحده كاع ماشي كيف وكل واحد عنده الوظيفه تاعو يعني هذا البقراج هذا في زمان والبقراج هذا عنده يعني يافي لو تشورباجي يا لو تشوربا باشي يا لو كاشيك دار يا لو ايتشي هادو بين ربعه هادو حنا ندخلوا في لو تشوربا لو تشورباجي لو تشورباجي هو جاي من تشور يعني بالفارسيه سافوديغ لذيذ وبا تاتانك عندك لهنا دنيا زاده اليوم اليوم تقولوا لي قريت شويه تركيه مي ماشي بزاف لا اليوم انت وعتيقه تز القرى ومن الاساتذه لهنا هوني لا سي فري ما فيش مشكل ان شاء الله ما نغلطوش ان شاء الله يعني كاين لو تشورباجي يعني بالفارسيه جاي من تشور مركبه من الفارسيه الى التركيه تشور سافو دير لاديد
وتشوربا تشوربا با وسافو دير طعام يعني طعام ولذيذ هذه اوليجي لا سي تشي فونكسيون كوم اون فابرون دان اكزامبل كوم كوم قهوجي نحيو القهوه تولي لوجي لوجي ديفيندرا ديفيندرا لو 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 لا فونكسيون تاع السيد هذيك هذا ما كان جات كلمه شوربا شوربا كاين هي مركبه من الفارسيه هي كاين القزان كاين التشرباجي كاين التشرباجي وكاين التشرباباشي التشرباباشي هو دان غران دان كابيتان سي لو ريسبونسابل دو قزان قزان لو قزان لو قزان باش يستعملوا التشربه ايه القزان قزان 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 يطيبوا فيه الشربه قزان قزان هو كاين القزان اسمه قزان المعظم كانوا يعظموا فيه مقدس في وقت الدوله العثمانيه هذا القزان هذا كان يعمروا به الشربه شوربه لا شوربه كما ناكلوا شوربه حنا كما دوكا وفي عند الفارسيين لا تشور سا فو دير لذيذ وبا سا فو دير الطعام يعني طعام ولذيذ وهي شوربه فوالا بابا هذه في زمن نهضر لك تاريخيا في 1500 وطلع فوالا كاين لو تشور كاين شوف كاين لو تشورباجي كاين لو تشورباباشي وكاين لو ايتشي لو كاشيك دار لو كاشيك دار بالعثمانيه جا من سي لا كويير سي لا كويير ابو سي الغراف هو مول الغراف مول الكبشه الجزائريه بيقولوا الكبشه راك معايا يا شيخ راني معاك هذه الكبشه الجزائريه هو اون فرونس سي لا كويير ابو سي 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 لو ريسبون لا لوش سي لو ريسبونسابل دو لا لوش هاك لهنا كي نحوسوا هذا كي نضربوا لهنا مع هذا كي نضربوا هذا مع هذا سي لي ميم فوالا وري شوف غراف نو سي لو سي لو سي لباس هذا لباس عسكري لباس عسكري في زمان هيبه ها هيبه فوالا هادو كانوا الناس زمان كانوا يحطونهم لاخر ولا هنا هي لي كوفرك هاولي كل حاجه عندها ال فوالا La signification. Avec le cuisiné, ça c'était le cuisiné des janissaires. Mm-hmm. Ça c'est le tchorbaji. Il y a le tchorbaji ou qu'il y a le tchorbabashi. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ça c'est le courtas. Et ça c'est la toque. لا توك دو كويزيني سي تادير هذه حبطتني حتى الحضاره الاسلاميه نعم. بالاسم يعني الاسم تاعها يعني خرجت من الجزائر وداتني عند لو شيف فرونسي لو شيف دو كويزيني فرونسي اسابلي لا توك اي لا توك اون فون اسبانيول جاي من لا توكا اي لا توكا بالاندلسيه اون اسبانيول جايه من التقيه يعني دخلت من الحضاره الاسلاميه نعم. هذه جايه من الحضاره الاسلاميه ماشي هي هذه التسميه تاع لاطو وهذا القرطاس وعلاش كل عمامه حنا لهنا نعرفوا فرطاس ماشي لا لا لا, 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 لا القرطاس هذه شغل الخيشه تاع الخيشه وهذا القرطاس هذا في زمان يعني الكويزيني في زمان يعطولو المهمه ديالو وكي دوريها هكذا واش كانوا يبيعوا دون لي زاني 70 كاوكا ولا بوب كورن ولا نو سيتي لي زاميز غول اون الجيريان على ليبوك سي تي ليزامي زغول هو الحميصه بالكمون مليحه سا سي دو لاروش برافو بصح دنيا زاد عجبني تبسي العشاوات هذاك معمر بالطعام بالدجاج هذاك شباب هذاك هذاك تركي تزيري هذا عثماني تزيري وطاسه تاع الحنه وطاسه تاع الحنه نورمالمون هذه الدلوه هذه هذو تاع الناس سقسمطينا هذو تاع الناس كاين دلوه ودليوه وكاين هذيك الطفال هذاك تاع سيتي بول هادو بكا تاع الحمام هادو سيتي بول سيتي سابارتوني على فام كونستانتينواز يعني انافي دي زاجيرواز ومن بعد انافي دي كونستانتينواز اي دي تلمسانيان اي دي زاجيرواز شكون هما اون فابروند الجي مليانا قليعه بليده شرشالي ميديا هادو بين عندهم بين سته هادو عندهم اللهجه تاعهم كيما نقولوا عندهم المرك والمريك والقسمطينيات عندهم الطفل والطفال هادو ما الطفل هذا جايه من سي دراس ولا سي دو شامبوان اذا دنيا زاد قولي له نشكرك باللغه التركيه وزيدي له جمله من عندك كنت حابه نسقسيه سؤال تفضلي انا احسب واش نعرف برك انه كي دخل خير الدين عروج والاخ تاعو
الأب تاعهم بكري كان يخدم الأواني تاع الطين في اليونان. الأب تاعهم كانت هذه المهنة تاعو. بك حبيت نعرف إذا هما اللي دخلوا لنا هاد الثقافة الأواني النحاسية هما يعني القهوة. القهوة خرجت لهنا ولا هنا 1500 كانت الأواني بك النحاسية. إيه الأواني الأواني يعني الأواني النحاسية هذه دخلت في الحضارة الإسلامية أولا، ومن بعد كي دخلت الدولة العثمانية أنا ولي عجومي ما قلت أنا وليت مختص في الأواني النحاسية العثمانية الجزائرية. الأسماء التركية ولا الأسماء الجزائرية؟ كما نعطي لك أنا لوتشاق كونسي لوتشاق وجاق لوجاق لوجاق هذا المطرف الاسماء قديمه وجدد قديمه برك على البقراج برك انا حبيت نعرف اكيد تشوفي البقراج هذا نعاود نزيد نعاود نكرر نعطيك المعنى ديالو المعنى ديالو لماذا سمي بتسميه بقراج لماذا البقراج ما عندها الفم والراج هو الماء الساخن كيكون يلعب في ما عنده علاقه في الصوفيه نوبلي با كان حكم عثماني وحكم عثماني كان حكم صوفي أولا في الصوفية في القادرية إكسيتيرا في البقطاشية إكسيتيرا يعني البقراج هذا لماذا سمي بتسمية بقراج الباء والقاف والراء والأليف والجيم البق باللغة العربية وهو الفم صح هذه في جهة واحدة أخرى ما بين الراء والجيم كاين حرف أليف حرف أليف باللغة العربية اللي جاي من الرج يعني تحرك يعني اهتز باش اهتز اهتز بالغالية الماء وخرج من فمه واش خرج من فم البقراج هل القهوة ولا السر اللي كان متواجد في البقراج يعني لا سينيفيكاسيون ديالو في وقت الدولة العثمانية وهو بصوت الفم والصوت هذا وين يجي في الصرح صرح الجزائر يعني في زمان كان صرح تاع وين تقوم الحضره في زمان جميل بار. يلا دنيا زيد شكريه بالتركية بو هيكايا يتشين شوك تشكيري ديو لا شكرا جزيلا ما شاء الله عتيقة هضرت له بالتركية ايه فهمت سمعتها انا حاجة تاع تاريخ رائعة يعني رائعة والله جو مي بريزونت هضرت عليه وهضرت واش عليه من مكتوب الله هو الرزاق هو عندي كتاب افيك قسومة مي على ليبوك جيتي موان ريش باغابوغ ا مانون À l'époque, dans les années 2000, j'étais moins riche. Mais donc, on dit une richesse d'un peuple algérien. Il est incrusté dans mon cœur. Il n'est pas incrusté dans mon cerveau. Si j'étais incrusté dans mon cerveau, je suis à la recherche de ça. Mais je suis à la recherche. L'amour du pays, il est là. جيت عاود ترجعت بقوة ناصر ما كانش صوبيتك نعم يعطيك الصحة نعود نولي الممثل القادر وحاضر معنا نشوفوا صراحة أعمال مسرحية أفلام تلفزيون مسلسلات عرفك من خلالها المشاهد الجزائري اليوم لو كان يطرحوا عليك سؤال هل الموهبة تكفي باش الواحد يقول على نفسه أني ممثل موهبة ما شكيتش تكفي هي الموهبة يعني سي ايفيدون كل واحد لازم تكون عنده الموهبة أولا ولكن نظن بلي باش نطور الموهبة لازم لازم يا دوت زاسبي اللي لازم نطور بها الموهبة تاعنا اللي هي أننا نتعلم أننا نكون في مدارس كوين تأطير يعني حتى التأطير النفسي يعني حتى الإنسان بحد ذاته يعني إذا كان موهوب وهاد الكلاباسون يحب ينميها لازم ينميها هو باش ينميها بلا براتيك يعني تقريبا كوتيديان ينميها بالفكر ينميها بالقراية أنه بلا كريوزيتي أوسي يدوا أتر كريو دو سو ميتي سيدي باسكو سيتي ميتي فاست ميتي سيتي بو ميتي أوسي عزيز قل لي فقط هناك من يلوم أنه بعض الأعمال كما يكون فيلم ولا مسلسل تلفزيوني يقول لك الكاستينغ بالمعرفة قال لك حنايا لا نوفيل سين لا نوفيل جينيراسيون قال لك حنا الحمد لله كاين مواقع التواصل الاجتماعي وين فجرنا الموهبه تاعنا والشيء الايجابي اللي فينا الطاقه الايجابيه اللي فينا عبر الانستغرام مثلا لانه ما مشي صحونا لكاستينغ انا جو ديري طوميو طوميو اذا كان الناس قادره ان يعني تبادر باش الطاقه تاعهم يعني يزيكلات لور 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 leur don à travers les réseaux sociaux لكن هذا ما يكفيش انا من الناس اللي مانيش ضد الناس هادو وما نقدرش نكون ضد ومانيش من حقي اني نكون ضد لا اكيد لانه هذا حق كل انسان اللي موهوب ويشوف روحه باللي هو حاب يكون يعني ممثل ولا يكون فنان ولا يكون اي في اي ميدان اللي يكون فيه
ربما هذا من حقه أنه يكون، ولكن بـ 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 بالتجربة يعني اللي نحكي فيها لابد أنه كاين قواعد واحدة أخرى لازم يجوز عليها. لازم يمارس، لازم يقرأ كما كنت نقول، لازم يتكون كذلك. التكوين شيء مهم جدا. ولازم صدر يا بلان داسبي اللي يخليه الإنسان، ولكن الموهبة واحدة لا تكفي. عزيز قول لي يعطيني اسم من لا نوفيل سين ولا لي زاكتور هادو مجدد اللي تشوف انه موهوب وراح يقدر يمد في المستقبل. لا ما نقدرش نقول لك، ولكن انا اكيد باللي كان بزاف. شكون اللي يضحك عزيز لما تكون في مرتاح في البيت وتشوفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا في التلفزيون؟ شكون هو فنان ولا فنانة، ممثل ولا ممثلة؟ يعني تشوف، لأنه عزيز يعني الله يبارك على بالك، عندك المسرح أعمال كثيرة، عندك في الأفلام وعندك في التلفزيون، يعني الآن تقدر تكون يعني عزيز سين غيفيرانس نقدر نقولها اليوم، أنه الحمد لله بحكم الخبرة. يعني الحياة كلها تجارب وخبرة، هذه هي الحياة، لكن يعني من خلال أعمالك عزيز أنا تقدر تقول لي شكون هو الممثل الموهوب حاليا pour ne pas citer de nom. انا من الناس اللي انا ما نضحكش بزاف عبر الوسم، باسكو مش الممثل اللي ضحكني، مش الممثل هو اللي انا من الناس اللي يقول باللي الممثل داخل اون سيتياسيون اللي ضحك. دونك مو جو بارتيزون دي جون لي سي لا سيتياسيون اللي يكون فيها الممثل اللي ضحكك، يعني اللي ربما تقدر يعني تزغدك وتضحكك وكذا. ولكن انه الممثل هكذا انا ما نكذبش عليك، ما نضحكش من بين الاعمال اللي شفتها، ولا سبب باسكو ما نضحكش اني ما ضحكنيش ولا، ولكن حتى الضحك بحد ذاته هو عمل، هو يعني فكره كيفاش تطوريها كيفاش كذا. ما نقدرش نجي نضحك هكذا، مش بابا. نعم، اذا عزيز لا نوفيل جينيراسيون ما عندوش اسماء يعني. نعم كاينين، ولا يعني نقول لك، ولا انا شوف يعني متفائل ومتفائل يعني لازم نتفائلوا، لانه لا لازم نقول ان شاء الله تكون وعلا وجودي باللي في لا جينيراسيون هذه كاين مواهب كثيره، ولازم علينا اننا نحافظ عليها، ولازم علينا اننا لا كومباني. نعم، لازم اننا نرافق نرافقها، وكي نرافقها في لين كوريكت، موش دون دو 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 في طريق صحيح، طريق صحيح وكذا. وجو بونس كو قادره تخرج هاد لا جينيراسيون تاع اليوم، قادره تخرج مواهب يعني ربما اللي راح ان شاء الله. هذا ما نتمناه اكيد. رشا قولي لي، راكي في مرحله لي روبريز ولا هل عندك جديد مثلا؟ جوستومون في الالبوم هذا اللي درتو درت نوماج للفنان الكبير ربي يرحمه سامي الجزائري، ودرت اون شونسون تاعي، اغنيه تاعي من كلماتي. يعني في البوم نصيبوا دي روبريز ونصيبوا في ان واحد جديد ديال راشا، يعني ومازال جديد ان شاء الله وقريب يوجد ان شاء الله. نعم، جديد خاص بيا يعني كلمات. نعم، جديد خاص بك يعني في البوم متنوع. اذا نروحوا لفاصل قصير ونرجع معكم بالموسيقى مع الفنانه راشا لاهي حاضره معنا، ونكملوا البرنامج. We'll be right back.
الصغرى شانو هما سينا التراث والحرمة وظهر كل شي للعين محلى السهرات والأمة الخارج جدة والعمة زمان القدر والحشمة عليها مترضيين قولوا لي قولوا لي انتو ما يا سمعين معليش الحال حاضرة معنا ولا شهرزاد ودنيا زاد وعتيقة طوبال أغلو ناصر دانا في الدولة العثمانية عزيز دانا قريب المجازر 8 ماي اليوم رانا ملاحة مام الديكور تاعنا كأن المولد على بكوش قصتك على بكوش قصتك الحنة الحنة صح ان شاء الله نجيبوا غنيه تاع الحنة نقدموا لكم الحنة والله يحن يحنيو لك اليوم نعم هيا نسبقوا المولود على افونس ما العروسه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب اذا نعاود نرحب بكم انتم مشاهدينا نشكروك رشا اذا هذا هو الجديد ديالك هذه هي الاغنيه تاعي نعم اللي نصيبوها في البوم قلنا ان شاء الله ان شاء الله رشا انت قلتي لي انك استاذه اللغه الفرنسيه فما نقدرش نطرح عليك هذا السؤال ولكن نطرحه للعزيز عزيز اليوم هل بالفن نقدروا نعيشوا اليوم في الجزائر؟ لا ما نشكيش لا لازم يعني كيفاش نديروا نخليوها هوايه ولا لازم لنا حرفه اخرى لانه ما لحقناش ما عندناش ثقافه اللي يعني ثقافه يعني اون كولتور بيرمانونت في لي برودكسيون صدر لو كان جات يعني عندنا أعمال طول السنة وتخرجي من عمل تدخلي في عمل تخرجي من عمل تدخلي في عمل وفيه استراتيجية وفيه يعني حتى يعني باش ما نعاودوش نرجعوا للكلام اللي قال شحال من خطرة على لي ستاتو وشكون هو بروميير كاتيجوري دوزيام كاتيجوري تروازيام كاتيجوري ونمشوا يعني كاين سياسة باينة يعني سياسة اللي تخلي باللي الفنان في البلاد هذه قادر عنده حقوقه عنده واجباته كأي يعني إنسان اللي يقوم بديميتي ساستميتي أخذ أن كوميديان ساميتي أن غير ساميتي بصح فنان ما يقدرش يخمم في أن واحد كيفاش يكمل العام ديالو ما يقدرش لأنه أنت راكي في عمل تكمليه ما باغيش إلا قادر يكون عندك أعمال أخرى ولا تقدري ما كاش إذا ما كانش الأعمال الأخرى أنت إذا كان كيفاش راح تكملي تعيشي اذا هذا هو اللي خلى كل ربما فنانين تاعنا وهذا اللي نسفوا له يعني يقوموا باعمال يعني يترف دوطر ميتي باش يوكلوا روحهم او باش يعيشوا باش نقول يوكلوا روحه ولكن باش يعيش دينومون كأي شكرا على الصراحة ولكن لازم نقولوها كاين بعض الأمور ما نقدروش نخبيوها على حتى واحد يعني هذه هي حالة الفنان والفن في الجزائر نعاود نولي لي
دنيا زاد دنيا زاد اللي قلنا أنها رحلت في مختلف ربوع مش الوطن ولكن العالم. ولكن لومنا دنيا زاد لما تقولي رحت لأندونيسيا ورحت لربما بلدان أجنبية حتى ولو الطفولة والبراءة يعني انترناسيونال، لكن هل دنيا زاد فكرت باش تساعد أطفال الجزائر في مناطق الظل؟ وحنا رانا موجودين في المدن الكبرى ولكن هناك مناطق الظل كثيرة في الجزائر. ما هو كذلك؟ نعم تفضلي. صحراء. نعم. رحت كي جيت من الهند قعدت معنا هنايا، رحت للجانيت. رحت للجانيت ومن بعد تلاقيت بالأطفال الثاني اللي في مناطق الظل ولا في القرى المعزولة ولا. يا ريت اني قعدت في اندونيسيا وما شفت وش شفت في الصحراء. لانه شفت الناس في الجزر لابسين وعايشين مع انه ما كانش تعليم، لكن رحت للصحراء لبلادي الجزائر ما كي تشوفي مشاهدينا ما يشوفوش شفت، ف كانت شتي كاع واش ترى مقبل وكنت نبكي كي كنت في الدول الاخرين وكي نشوف سيبيغ قلبي تقطع كثر ما كنت كي نسافر ونشوف لي زونفون الاخرين. الحاجه اللي تقهر ما يقراوش ولاد بلادك ما يقراوش وين كاين مجانيه التعليم وين كاين التعليم حق من حقوق الاطفال في الجزائر. نعم. حق مكفول. كنت كي نروح ندي القصص معايا الجانات قريه صنديل انتيني كل المناطق المجاوره. نعم. ندي القصص ومن بعد نقول لهم اقراوا لي ما نعرفوش، يا ريتهم كانوا يقراوا لغه يعني يعرفوا اللغه التركيه نقولوا لغتهم. نعم. يعرفوها وراح أكيد. يتلقنوا لغه عربيه كلغه ثانيه. نعم. حتى اللغه التركيه لغه ملقنه لفظيا حتى الكتابه ما يعرفوش يكتبوا. كاين طفله كيما انا يا دارت لهم مدرسه صغيره في تيني هذه تخرجهم من الاميه اللي راهم فيها، ولكن كان واحد واد الصنديل كل ما نروح نشوف دراري صغار يدوا من عندي القصص بصح يقعدوا يشوفوا غير في الصور هذه. نعم في الصور. بعد وعدتهم نحاول اني نشوف كيفاش نلحق صوتي بنيو لهم مدرسه هذا العام. بعد شفت دراري صغار كي دخلوا يقراو بالطابلت راك حنايا كي نروح للصحراء والله نحس روحي في منطقه شغل منعزله تماما عن الجزائر وكانه ماشي الجزائر ماشي جزائريين. احيانا نقول لهم معليش تعطوني لي كارت تاعكم برك نتاكد انتم شكون. حوفات عورات مرضى كنت ندي معايا الاطباء يحيروا في المرض اللي يلقاوه عندهم. بنينا الخزانات تاع الماء اسكو في الجزائر كاين اللي ما يقدرش يلحق له الماء في 2020. دنيا زاد بنيتو لهم خزانات اللي باش يوصلهم الماء باش يكون عندهم الماء. نعم. على الدوام لانه كاين اماكن فيهم الماء وكاين اماكن ما فيهمش وكاين اماكن الماء بالكالكير يطلع فلازم تبني لهم خزان اللي كي تجيب لاسيتيرن الماء يتعمر. كنت ماشيه الطريق حتى لقيت لاسيتيرن جات تتعمر جاو يجريو كنت معاهم انا تما لقيت الماء مصدي شغل الماء في السديد هذاك تاع لاسيتيرن والكالكير كيفاش يشربوا هاد الدراري الصغار. وبالفعل كي وليت جبت معايا الاطباء كاع لقاو باللي كرشهم تكون منفخه يكونوا مراض عده امراض لانه علاش المنطقه اصلا اللي راهم فيها الاكل اللي ياكلوه زيدي. نعم. عن ذلك الماء هذاك تما جاتك فكره انك يعني ديري مدرسه دنيا زاد، ولكن هل دنيا زاد بامكانها يعني نقولوا انه تبني مدرسه لهاد اطفال الجزائر؟ انا نتكلموا على جزائريين يعني كيفاش نشوفوا ربما اللي من رحتي دقيتي الابواب حتى لانجاز هاد المدرسه. ما انا كي رحت لتم لقيت باللي المشكل اعمق لانه احيانا تلقاي المشكل من الفوق بصح لازم تحاولي من الجذور. لقيت باللي النساء تما هما اصلا جهلات النساء والاهل تاعهم كيفاش يقدروا يربيو جيل واعي ولا يربيو اطفال واعي. فقلت انا نقدروا نبنوا لهم مدرسه للاطفال اكيد ما يقدروش يواكبوا الطفل واحد 16 سنه 15 سنه ما يقدرش يدخل سنه اولى من جديد ما يقدرش اكيد ماش الدوله راح تسمح لهم يدخلوا في المنهاج التربوي، لكن انا قلت على الاقل الاميه تاعهم تروح معناتها تعلموا الف الباء تعلموا صفر واحد حتى 10 معليش. فقلت نديروا لهم اقسام متنقله اللي هي بري فابريكي نديروا للاطفال وحدهم والاقسام للنساء يتعلموا حرفه بدل ما يقعدوا ديك القريه يسناو ناس يجيو يعطيو لهم صدقه هما يبيعوا لهم
ويدوا دراهم ويحبطوا البلاد يشريوا. شوفي ما كانش ايميل ما بعتوش، ما كانش وزاره ما بعت لهاش وما رحتش عندها. انا غير مرئيه تماما وكاني ما كاشني. حتى لي مارك هذوك الكبار نبعث لهم ونقول صحه دنيا زاد. الان رجال الاعمال، انا نظن انه رجال الاعمال موجودين في الجزائر، يعني نقولوها اليوم كاين نشوفوا دي سبونسور، كاين دي مارك كيما راكي تقولي، يعني هل توجهتي لهم حقيقه ولا بالك مايل ربما يقدر يقول لك ما طلعتش عليه ولا لاسيسونت تاعي ما فتحتش هذاك؟ هل تنقلتي لهم مباشره؟ لا كانوا يردوا، كان يردوا واش يقولوا موضوع قيد ماشي يقولوا التفكير ولا التفكير ونرجعوا لك واحد ما يرجع لانه في النهايه الاداره ولا رجال الاعمال. لا اللي كانوا انا شوف هما دائما يكونوا لي كونت تاعهم في السوشيال ميديا ولا في الانترنت يكونوا على هناك تضيع على رجال الاعمال. بعثتي لهم اكيد حنايا اللي عندنا احنا في الجزائر كاين رجال اعمال هما اللي عندهم مختلف الماركات تاع المواد الغذائيه. نعم نعم كان يقولوا لي هادو اللي يخدموا عندهم استناي الجواب، استناي الجواب، ما كاش جواب. نقول لك كاين واحد عاود تواصل معايا، ما كاش واحد عاود تواصل معايا، بصح نقول لك جست عليهم قاعد جست عليهم كامل. نعم ما كاش رد، ما كاش رد. تكلمت يعني اللي يعني ما كانش رد لدنيا زاد لمحاوله انشاء مدارس متنقله بري فابريكي في الجنوب الجزائري باش يعني تعلم اطفال، ما نقولوش اطفال لانهم راهم مراهقين بين 15 فما فوق سنه باش يتعلموا. نعم باش يتعلموا الحروف والاعداد. يعني ما كانش رد من هذه قريه انا شفتها فما خفيه كان اعظم. هذه انا وين يعني هذه واش قدرتي تشوفي في واش قدرت نشوف. نعم. واش قدرت ندي. فما خفيه قلت لك كان اعظم. الصحراء كبيره وواسعه. نعم دنيا زاد نخليك توجهي رساله ربما انت توصليها افضل مني، يعني لانك شفتي وعايشتي هاد الاطفال المضرين. يعني هي حياه صعبه وزادوا حتكون اصعب، يعني بالاميه هذيك حتكون اصعب اكيد. فنخليك توجهي رساله للناس اللي تشاهد فينا، لرجال الاعمال، للوزارات المعنيه لمالا. انا نقول لهم كيما الجزائر فيها الشمال وفيها الشرق وفيها الوسط. نعم. فيها الجنوب. نعم. هذه الكلمه الاولى اللي نقولها. كيما انتم تحبوا تشوفوا اطفالكم يروحوا يقراوا صباح، خموا في الناس اللي راهي في مناطق الظل والمناطق المنعزله للطفل. اولا نبداو بالماء تاع الشرب، ماء صالح للشرب، اللي ما لقاش واش يشرب باش يلقى وين راح يقرا. نعم. وهاد الامور ماشي مكلفه لانه البناء ما راهوش حيكون، لانه محميه التسهيلي ما تقدرش تبني فيها بالطوب وكامل، فيقدروا يديروه دي بري فابريكي هذوك. نعم. بيوت متنقله صغار، كل حاجه مثلا للنساء يتعلموا حرفه، للاطفال باش يقراوا، زوج اقسام على الاقل، ماشي حاجه اللي تكلف. وانا سقسيت الناس اللي يخدموا لقيتها غير مكلفه، قصه 700 مليون 500 مليون بصح تقعدي تهضري في لي ريزو سوسيو تقولي لهم الناس اذا حبيتوا تعاونوا في هذه المدرسه. اكيد الناس ماهمش كامل راح يعاونوك باش تلمي هذا المبلغ وباش ديري مدرسه اللي هي من الاساس مسؤولية الدولة وماشي مسؤوليتي لا أنا ولا الناس هذو اللي راح يعاونوا فيها. نعم رجال الأعمال يعني عندهم يقدروا يكونوا عندهم دور فعال في المجتمع كذلك. أكيد أنا كي نشوف ليزيفينمون واحد أخرين سبونسوريزين نقولوا علاش. نعم. علاش مدرسة. نعم. كيما هكذا ما تدعمش، يعني الأولى بالمدارس في بلادنا. أكيد. نعم إذا دنيا زاد قولي لي في كتاباتك على واش تكتب دنيا زاد؟ عن الحياة أطفال. ولا عن الطفولة ولا عن البراءة اللي احكي لنا كيفاش يجيك الالهام واش تكتب دنيا زاد؟ وهل كتاباتك راهي موجوده في السوق ولا مازال ما خرجت؟ كاين كتب خرجت لكن كانت ليميتد اديشن، حتى ما انا ما جريتش باش نعاود ستوك ليميتي يعني. كان كتاب همسه من اسطنبول، كتبته في اسطنبول كنت صغيره. نعم. حياه الغربه وانت رايحه حبي اسطنبول دنيا زاد. عشت فيها وانا عمري 18 سنه فديك الصغر هذاك مازال. نعم. في كتبت على الاطفال، دنيا الاطفال، الأطفال اللي نتلاقى بهم في كاع العالم. نعم. وين تلاقيهم. سميهم دنيا الأطفال. دنيا الأطفال. كتاب ثاني، كتاب جديد على قصص من مختلف دول العالم اللي سافرتهم واللي عشت فيهم. نعم. يعني أصفار. نعم دنيا زاد أنا دوك نشجعك باش تبقاي في الجزائر، لو كان تروحي البلد باش تعيشي تختاري إندونيسيا ولا بلد آخر للعيش؟ نختار البلد اللي تحترمني، تحترم أفكاري، فنقدر نقول إندونيسيا لأنه البلد هذيك عشت فيها مهنية. خطيني. بيس اند لاف اندونيسيا، الكل مبتسم، حياه هنيئه. عشت فيها مليح وكان عندي بصح نقعد لهنا. ما تقعدي لهنا اكيد دنيا زاد. نعم. راح نشجعك باش تعاوني اطفال الجزائر. اذا كتاباتك دنيا الاطفال كذلك، همسه من اسطنبول وهذا ابي.
لماذا هذا؟ ساشي رائع لما قالت البلاد اللي نعيش فيه هو البلاد اللي يحترمني ويحترم أفكاري. صحيح أفكارها. غابوة. غابوة. صح غابوة. صحيح صحيح. إندونيسيا نعم. بلد مسلم يعني ونفس الأفكار نفسها. لا والله ما جت في إنه سافرت البلدان اللي عادي ما كان لا ديانة إنه تحكمني في اختلاف الديانات ولا، لكن إندونيسيا تقعد بلاد اللي احتضنتني وأنا جاية طالبة وعطوني منصب شغل. وكانت الافكار تاعي دائما يشجعوني ويعطوني دراهم باش نروح نسافر نقري الاطفال. نعم. نظن انه اندونيسيا نعم البلد صح. دنيا زاد ما تخافيش انه بالك ربما حتى في الجزائر حيكون لك منصب مليح وتنسي شويه العمل الخيري والاطفال؟ الحمد لله راني عايشه قيسي قيس روحي. نظن انه مهمتي في الحياه هي الاطفال، ما عنديش مهمه ثانيه. حتى كان يعطوني منصب كبير يقولوا لي شديه، ما باش كي تجي نهار نقبل. برافو دنيا زاد عتيقه. غيانا جيخ. ها برافو غيانا جيخ. ما شاء الله والله صح كما قالت البلد اللي نصيب فيها راحتي هي اللي لا لا احنا نصيبو راحتنا في الجزائر عتيقه ما دوريش عليا. لا لا اختي انا الجزائر انا ما نبدلهاش من الدنيا. نعم هي بحكم انها سافرت في عده دول العالم. انا احنا باقيين تقعد في بلادي باسكو ما نخلوهاش تروح. عتيقه انا وياك باقيين هنا ما عندك ما تزغدي. انا نموت على الجزائر نحب الجزائر. نعم عتيقه البلد اللي البلد ماشي بالحدود وبهذه الجغرافيا اللي مرسوم علينا. البلاد اي بلاد تقدر تكون بلادك كي تكوني انتيا عندك محيط يدل على انه هذيك البلاد كي حتعيشي فيها عائله صغيره. انا ما نقدرش ولا ناس تحب بلادي اختي. ما نقدرش كل واحد نعم ولكن بلادك. دنيا زاد انت بحكم انك دراستك كانت خارج الجزائر فاكيد عندك خبره في مختلف دول العالم. نعاود نولي للاستاذه الان راح نتكلم معك ماشي على الفن على يعني كونك استاذه تاع المتوسط. كيفاش راكي هذا الدخول كيفاش راكي تجهزي في نفسك يعني مع هذا الجائحه والكوفيد راح يكون شيء صعيب؟ لا والله يعني صح شبعت وراحه شيء صعيب. سمعتي عتيقه بان جاوبك شبعت وراحه والله يعني صح شيء صعيب. اولا قبل ما نجاوبك انسه تعيشي لازم يزيد فضلك لازم نشكروها. هذه ماشي ان شاء الله ماشي هي لكم ظاهره ماشي انسانه وحده كيما هذه طبيعيه وديتنا. شوفي شكون اللي سماك؟ قولي لي برك الله يسجيك شكون اللي سماك؟ اللي سماها بارك الله فيها ديت دنيا دنيا صح دنيا صح. حب ودنيا احساس ودنيا لا مسافرت بينا ثاني سافرت بينا فوالا حتى في طريقه كلامها دمعتنا يعني وحده كيما هذه نسحقوها في الجزائر فوالا. نعاود نقولوا السؤال تاعك. نعم هل الدخول هذا راح يكون صعيب؟ راح يكون صعيب راح يكون صعيب. علاش راح يكون صعيب؟ ديجا اولا ما كاش امكانيات. احنا نهضر لك على المؤسسه اللي نخدم فيها انا ما كاش امكانيات تماما تماما يعني النظافه ولا الطفل وين يكون وين ما يكونش عنده ريسك ولا الاستاذ ما يكونش عنده ريسك ما كاش كاع زيرو ريسك هذاك ما سان اكزيست با. دونك الكل والجميع الجميع يعني يكون 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 معرض للخطر. نعم ان شاء الله يبارك ربي. كاين ثاني ان شاء الله ان شاء الله تفرع على خير. وكاين ثاني لو كوتي بسيكولوجيك الجانب النفسي النفسي بزاف الاولياء اللي خايفين بزاف الاطفال اللي خايفين وبيان سور الاساتذه راهم كيف كيف دونك ماشي سهل. نعم ماشي سهل حتى ولو نعاودوا نذكروا انه الاطفال عاده يكونوا دي بورتور سان يعني يقدروا يعديوا اشخاص اخرين وهما ما يصير لهم والو. فالحمد لله انه هذا العدوى ما يعني تنتقل للاطفال ولكن ما تضرهمش بنفس الطريقه كما تضر الاطفال. يقدروا يدوها لماليهم. نعم اكيد هذا هو هذا هو نعم. انت يا عتيقه لازم نحضر مطلوب لازم يديروا لي بافات لازم الوقايه. نقول لك حاجه راني نشوف واحد الظاهره ما على بالهمش كاع وعلى بالك الظاهره هاد لافاك هادي راهي زاد طلعت. نعم هاد ليامات الخير زاد طلعت وهي كي طلعت تلقوا لها نورمالمون نو ما نحوش لي بافات. نشوف ان الناس في الزنقه كاع سون بافات وعلاه يفالي با تكون مريض ولا تروح تشري ولا تروح عند ضيف ولا وانت مريض تديله الادواء ماشي لازم لهم لي بافات. والله العظيم كي تمرض انت حاضر على خوك حاضر على جارك حاضر على عمك على خالك على راني نشوف فيهم ما كاش الحذر كاع. إذا هذه هي إن شاء الله ربي إن شاء الله يرفد علينا
هذا الوباء، هذا الجائحة، والدخول موفق يعني حتى ولو كان كاين ابتدائية بومرداس وين انقاست من فيروس كورونا المدير وبعض الأساتذة، فحظ موفق للجميع. هذا الدخول المدرسي اللي راه نوعا ما صعيب. وصلنا لنهاية البرنامج. عزيز أكيد مدلك ليك كلمة أخيرة، رسالة إلى حبيت توجهها. نعود نذكروا أنه الفيلم مازال ما تعرضش في قاعة السينما بالجزائر. هيلو بوليس لجعفر قاسم ونخبة من الممثلين الجزائريين. إن شاء الله نكونوا في الموعد وحتى المشاهدين يكونوا في الموعد. احنا اليوم الفيلم كما قلت راه واجد، ننتظر برك صديق لي دات اللي مازال ما بانتش، وهذا يعود لي زوتوريتي او المسؤولين على القطاع انهم يحدوا فتح القاعات ويحدوا يعني النهار او التاريخ نتاع بت هذا. ثاني حاجه، انا من عندكم من هذا البلاطو نحيي كل الطاقم الفني والتقني اللي خدم في العمل هذا اللي يقولوا على راسهم جعفر قاسم اللي في مازال ما شفناش كيما انا ما حتنا كيفكم مازال ما انا راح نكتشفوا فيه كنا مع بعض، ولكن حسب الاصداء وكذا مو جو 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 دي تري بون شونس جعفر قاسم، لانه مازال عنده اعمال اخرى. نعم ان شاء الله سترى النور اكيد. مش نزيد نقول باللي على المسؤولين ثاني انهم ما نقولش يتفطنوا، ولكن راه عندهم عامل مهم جدا اننا نعتبره ايفينمون، لانه اصبح فينومان يعني حتى على المواقع التواصل الاجتماعي اصبح إليوبوليس يعني خاصه بعد ما تكلموا باللي راح يشارك في الاوسكار. يعني نطلب من المسؤولين انهم يقوموا باللازم، يعني يفتحوا القاعات، يروجوا العمل هذا، وهذا راح يكون في صالحنا وفي صالح الجزائر، لانه هذا الفيلم راح يتكلم كما هضرنا قصته على حقبه من تاريخ الجزائر اللي هي حقبه مهمه اللي لازم نتكلم عليها، ولازم يفودري كو سو فيلم سوا فيو، لازم نعطوا له فيزيبيليتي بور كو تو لو موند فوا سو فيلم. تم تصويره عزيز؟ أه؟ تم تصويره وين؟ في المالح عين تيموشن. نعم. وبالمناسبة كذلك نحيي ناس عين تيموشن. نعم. وخاصة ناس المالح اللي كانوا ساعدونا ووقفوا معنا وعطونا يعني كيما تقريبا واحد شهرين وشهرين ونص وحنا عندهم، وهذا شيء جميل راح تشوفوا تكتشفوا الديكورات اللي يعني الجزائر حتى. نعم. الجزائر اللي ديكور ناتورال قوموا إلي ديكورات طبيعية يعني طبيعية، وبعد وحتى الـ الإنتاج المفبركة. كان نعم. كان فبرك يعني بعض الديكورات، ولكن الحمد لله ربما عندنا ديزيسباس وين اون بو وهي فرصة للترويج للسياحة في الجزائر. وربما نزيد روح أبعد من هذا، ربما حتى عند المسؤولين راح يكون ان ديكلونشور فور ريفوار لو سيكتور دو سينما دو مانير جينيرال. إن شاء الله يقدر يكون هذا يعني سبب يكون دافع للنهوض بهذا فوالا، لانه كاباب كون فاس دي فيلم كوم سا، اون دي رياليزاتور اون دي بروديكتور، ما عندنا الا ان ننطقوا فيهم نعطوا لهم ونطقوا في الـ في الـ في الـ ولي موين تكنيك عندنا. عزيز عندنا لي موين تكنيك، عندنا لي موين، اون بو لي زافوا لي موين تكنيك، اون بو لي زافوا لي موين اجوردي سي اون بو دوني دي زيسباس بور اوفرير دي ستوديو. اذا لهنا حتى لي موين تكنيك قضيه اموال كذلك. لا مي قضيه اموال ولكن ولكن لما نتكلم على الاموال كيما نتكلم على الفكره بحد ذاتها، كيفاش راح نوجد افكار اللي بديله يعني كل شيء يعني هذا حلقتين مهمتين، الافكار والاموال كذلك. لازم باريزومبل ندير نعمل فيلم باش نكري دي زابارتمون، نكري دي 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 دي, دي زوندروا، نغلق طريق راح تتكلفني اقل يعني كلفه اني يكون عندي ان سباس ونبني كل الديكورات تاعي الاستوديو
اللي هو يسمح لي ان سيديو انا مون ديكور كي نروح نقليه راكي تجي انتيا تلقاي ان ديكور راكي تلقاي ديجا ديكور واجد يعني انك ما ت ت يعني سي جوست دو 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 ريفوار يعني كلكو فاساد تنحي هذه ترجعي هذه يزيد يجي واحد اخر وهكذا راحين وهكذا راحين نعطي الفرصه بزاف المنتجين او المخرجين باش يقوموا باعلام باعمال مختلفه ان شاء الله. دونك فوالا سي سا سكو جو يعطيك الصحه يعطيكم الصحه ميرسي بو لانفيتاسيون. لا شكرا على واجب هذا من واجبنا. ميرسي ميرسي بوكو يعطيك الصحه ان شاء الله نلتقي في فرص اخرى. دنيا زاد واش نقدروا نتمنوا لك في المستقبل القريب؟ بناء المدرسه عنده الحق ناصر لازم الاموال الدنيا نعم علاش بالك اليوم هكذا واحد يسمع نعم ان شاء الله الكل يشاهد فينا قلبه يتحرك يقول نحن بني مدرسه في الجنوب يا اخي هي صدقه جاريه نعم انك تخرج الاطفال من الجهل تاعهم والاميه تاعهم فهي صدقه جاريه يعني نداء نداء ديرك ان شاء الله ان شاء الله يكونوا تابعوا البرنامج نشكرك واكيد نبقاو في تواصل مع دنيا زاد حتى نتبعوا اخبارك ولا لقيتي هنا في الجزائر نحو كيف نشنوها ان شاء الله اكيد. اذا الفنانه رشا قبل ما نكملوا معاك بالموسيقى كلمه اخيره قبيحة مع الأطفال ديالك في المدرسة شنو اللي نجاوب على هذا الشيء؟ لا لا بصح تعرفي روحكي لحنينة ولا لا؟ دوك نقول لك حاجة هاد ما شاء الله نعم. الإنسانة اللي قدامنا عندنا بصح رشا باينة قبيحة أنت مع الأطفال كاع واجبية بوان كوما سي سي لامور دي زونفون تحبي الأطفال هي لاباس فوالا دونك والفن على بالك الفن مع لونسينيومون يتماشى باسكو ايزون بوكو دو بوين كوما الطفل بو موا سي ما في كي تمدي للطفل ولا كي توجهي الطفل ولا كي تقريه وتعلميه احس راك شغل كي تسقيه في اون بلانت وبعد تشوفيها ولا ناغب ومن بعد تشوفيه دونك سي سا كي نو بوس ا ريستي دون لونسينيومون ماشي باسكو خدمه باسكو شهريه باسكو سي لامور دي زونفون. واش تمدي عقوبه للاطفال في المدرسه؟ ما نمد لهمش عقوبه. ما تقوليش بك تضربيهم هكا واعره. يا يبا بالك. الله اكبر. شوفي التلميذ ونعطيها لكم اليوم واش عليها التلميذ كي يحس باللي الاستاذ يحبه ما يقبح. صح صح ما يهبلو صحيح صحيح ما صح يقول لك برك مام هذاك اللي يقعد اوفون انا شحال نحبهم هذوك اللي يقول لك طويشيين يقعدوا في الاخر هاي شوفي البنا كاع راهي في هذوك الطويشيين صح البنا كاع راهي في الطويشيين الا قدرتيهم ولا حبيتيهم الا همشتيهم لا تهميش ماهوش واللفظ ثاني الكلام الا قلتي لهم حاجه تجرحهم اكيد احني يجوزوا سنه شوفي كي تحطي يدك فوق الكتاف الطفل تكوني تمشي في الصف وتحطي يدك في سي تون اسيورونس يعطيك الصحه شكرا نعم حنينه نشكروكم نشكروا عتيقه اللي جات معنا اليوم الله يسلمك حنينه نشكرك شوفوا غير في التلفزيون شفناك اليوم الله يسلمك نشكروا الاطفال اللي راهم تماك الاستاذ الله يبارك اللي تعلمنا منه ندورمي غامون بيت سوسوا فوالا نشكروا العملاق الله يبارك له الله يسلمك ومعنا فيك توت سا موديستي كي امبرسيونون سي ربي يعيشك الله يطول عمرك نعم ما نقدر خلاص ما نقدرش باش نقول الله يبارك الله يكثر من مثالك ان شاء الله وانتم تصفيقه عليها كنت هي فوق العرش بيان سور يعطيك الصحة شكرا لك رشا الفرقة تاعنا نعم الفرقة الموسيقية يعطيهم الصحة لي جون كامل اليوم معنا ميرسي ميرسي بور لي يعطيك الصحه رشا نخلوك تجهزي امورك سيغ سين حتى نكملوا معاك بالموسيقى عتيقه طوبال وي موت فان موت فان موت فان نشكر الحصه ونشكر لي زانفيتي نشكر عزيز اللي كان معنا حاج حمو الاخت رشا رشا سيدي بدنيا زاد ونشكر الفرقه والموسيقيين والبيبليك ان شاء الله ونشكرك انت اخت انيسه وايديكاس الواحد مسكين شويه وعيا راحت الاستاذ لا مسكين في بوفارك مسكين واسمو احمد نعم نقول له تحياتي الخاصه تري بيان وعزيز ما تشكريه عزيز يا خا عزيز الكوزا تاعي ما نشكروش ايه باسكو جستي عليه مرور الكرامه لا لا قلت نشكر عزيز ما قال لا لا قال بديت به صغيره بصح ما حسينالهاش بلي نشكر الممثل كي بدات بيا من بعد راحت للخير شينات غابيد ما بصح لا لا والله غير لا لا بديت به ممثل لا لا ممثل عزيز بوكروني خاصه بابا
بيسود شكون اللي فرحان اللي كيتقابلنا ديجا صافي لونطون ما تشوفناش انا تشوفتك وانا تاني شوي تري كونطون اللي تقابلتك اول مره سير ان بلاطو اه سي فري صح سي لا بروميير فوا وي تلاقاو سير ان بلاطو اه صح جامي تلاقينا سور بلاطو سي لا بروميير فوا وي ان شاء الله ماشي هذه الاخرى وماشي من البارح هذه يعني يا صراحه سلمك تعيش ما من تايا حنا قاعده تزوخ علينا شفيك كنا نخرجوا نروحوا نلعبوا انتما تجوجروا معانا وتقولوا لنا نجوجو اه هو واحد اللي مسكار تشرع يا عزيز هما يلعبوا انتما تروحوا تشوفوهم لا يروحوا للتياتر انا كنت صغيره كان في عمري وقيلا 7 ولا 8 وحنا نروحوا نشوفوهم كان هو وقيل في عمري مازال كي صغيره على كل حال ايوا عليا مازال لي دوران مو تقولي لي مازال صغيره ابدا كان في عمري وقيلا 14 ولا 15 كنا نروحوا لهم تيانا هو وعبد الكريم كانوا يديروا التياتر كنا نروحوا نشوفوا على بها كي معي يما الله يرحمها خالاتي كاع ربي يرحمها عزيز كي شافتك قالت لك جبتوا لي انا الكوزان تاعي بدات تعرض علينا في الكواليس صدر زاد كملت عليها هي ديجا مفشا بو تعودتي مفشا بو عتيقه قولي والله ما كيتفشي علينا في الجزائريه والله ما مفشا يدير لك كانت تفششني راحت الله يرحمها لا اكيد عيلتك اكيد غيرها ما كاش واش عليك كيف الشوك ولا غير ستي الله يرحمها ولا تستهلي الله يسلمك الله يسلمك عم تفور الكليماتيزور وي ما نحبش لا كليما شفتها ها وليك ابيرسي تاع عتيقه يا خرانا في 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 نوفمبر في اكتوبر لا كليم صح يا بتي دير لنا روماتيز ديديكاس فيها ولا ما فيهاش ديديكاس قلت لك قلتيه واحد مسكين احمد اي ما مسكين اي او ايا شويه نتوجهوا التحيه يعرف روحه يعرف فيه خلاص احمد ايوا بعد عيطي له قولي له راني درت لي ديديكاس لك يعس روحه نعم ناصر حاج حمو كلمه اخيره للناس اللي يتبعوك جو فو رومارسي كاع يعطيك الصحه يعطيك الصحه في قلبي كما نقولوا لنا الزمان تعب في لاسواغي كنت باللحيه واليوم جا لاسواغي ضربت الحريره هذيك مسؤول الحصه مهبوله ولا اللحيه هذيك علاش كانت لول البارح بعد ما جيت نحيها بروبلام صح الله هكذا خليتها خي بيان واليوم نورمال هذا يلا ما فيش مشكل عندك الحق نورمال ورا البروبلام هذه هي يعطيك الصحة نتلاقاو في مواعيد أخرى إن شاء الله نشكر الببليك نشكر الجوقة حتى احنا عندنا إذا عندنا إيمان ورانيا بوتناف عفوا إذا عندنا إيمان ورانيا بوتناف اللي جابوا شهادة التعليم المتوسط وياسمين بوتناف كذلك اللي جابت شهادة البكالوريا ونحيي كامل عائلة بارا وسيد زواوي وسيدة نورة يهنيو الإبنة ديالهم ريان سيرين زواوي لأنه جابت شهادة البكالوريا والأستاذة بالعادل رابعة بمناسبة كذلك ابنتها دنيا بالعادل اللي جابت كذلك البكالوريا نقول كذلك سنة سعيدة لغلاس أكسيل كل عام وانت بألف خير عيد ميلاده كذلك نقول نادية من البوليدة نقولها كذلك عيد ميلادك كل عام وانت بألف خير ملابس أنيسة من محلات بونتو روما نتلاقاو الأسبوع المقبل نفس توقيت نفس القناة قناة واحدة قناة الجزائرية وان قناة كل الجزائريين نكملوا معكم بالموسيقى مع رشا لا موجودة معنا إلى اللقاء
مالي ومال بويا انا خسرت مالي ومال بويا بويا وعلى جالك يا عمري نزيد
تقدم لكم هذا البرنامج.